والله اليوم جايين في حفلة بنت أختي حنين، ما شاء الله ختم القرآن، واليوم جينا في حفلها. كم عمرك؟ 6 ونص. شو اسمك؟ حنين. ما شاء الله، متى ختمت القرآن؟ يوم الثلاثاء. أي عام؟ 1441. ما شاء الله. طيب اقرأي من سورة البقرة. سيقول السفهاء، أعوذ من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب عن عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ما شاء الله، تبارك الله.